ما هو سبب تسمية سورة فاطر؟ سورة فاطر هي إحدى سور القرآن الكريم المكية، أي أنها نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة بعد سورة الفرقان، ويبلغ عدد آياتها 45 آية، وتأخذ الترتيب 35 بين سور القرآن الكريم. فاطر هو أحد أسماء الله الحسنى، وقد سميت السورة بذلك لذكر هذا الاسم الجميل والجليل في بداية السورة، وفي هذا الوصف دلالة على الاختراع والإبداع الكامل، وفيه أيضا من التصوير الدقيق المشير إلى عظمة الخالق وعجيب صنعه وباهر قدرته وعجائبه. فهو الذي خلق الملائكة وأبدع خلقهم وأحسن تكوينهم. نزلت سورة فاطر على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، وقد عالجت السورة قضايا العقيدة الكبرى كالدعوة إلى توحيد الله تعالى وإقامة البراهين على وجوده، والحث على تطهير القلوب من المعاصي والرذائل والفواحش، والتحلي بالأخلاق الحسنة والفاضلة، وهدم قواعد الشرك والكفر والمعصية. كما تدعو السورة الإنسان إلى التأمل بعظمة الخالق سبحانه وتعالى وروعة هذا الكون وبديع صنعه، وذلك ليتذكر آيات الله عز وجل وليتدبرها ويشعر برعاية المولى ورحمته، وليتصور أيضا مصارع الغابرين في الأرض ومشاهدهم يوم القيامة. نزلت سورة فاطر من أجل الغرض العام الذي نزلت من أجله الآيات المكية، والتي يرجع معظمها إلى المقصد الأول من رسالة كل رسول، وهو قضايا العقيدة الكبرى والدعوة إلى توحيد الله بالعبادة، والحث على البعد عن الرذائل والمعاصي والآثام، والتحلي بمكارم الأخلاق الحسنة.